ودلوقتي لازم احول اضطرابات إلى العاطفية لفلوس كتير قوي. انا كمان ما صدقتش، احنا الاتنين عارفين ان في حد تاني مش كده؟ نفسي يكون في حياتي حد تاني. اوكي هنبتدي بأميرة حزينة وحيدة وما بتعرفش تغني، ولو غنت صوتها يموت الحيوانات، صوتها مقرف قوي. وبعدين الأمير يهجرها فتتصرف بطريقة عبيطة وتعيط وتصرخ، لكن بعد كده تقابل مزارع راسه مقطوعة ويتجوزوا ويخلفوا عيال شكلهم غريب وكل حاجة تبقى تمام. بعد كده المزارع أبو راس مقطوعة يهرب مع صاحبتها ويسيب الأميرة وحيدة تاني، بس المرة دي معاها طفلين. عياط كتير قوي. النهاية. بكاء الحسناء، قصة حب وخسارة ومزارع مقطوع الراس. طيب خلينا نشوف، طباعة دقيقة، طباعة كويسة، قواعد قواعد قواعد، إرشادات التقديم، أقدر أختار اسم مستعار. وين؟ كيناين محامي. أنا عايزة أستاذ كيناين. أستاذ وين كيناين المحامي؟ حاضر، استني ثواني، هنادي وين؟ وين؟ بابا تليفون. ألو، وين كيناين معاكي؟ سامانتا ستونهارت، محررة في مجلة تيرنر، عجبتنا جدا قصتك المصورة. ايه بجد؟ طبعا طبعا، عندك حق، باين من صوتي العميق والناطق والرجولي قوي اني سعيد بالكلام ده. ايوه لا، احنا محتاجين نناقش سعرك. ايه سعري؟ احنا لازم ندفع لك تمن كتابك يا استاذ كيناين. ايوه طبعا، انا عايز 30 كيس بسكوت بالجبنه بعد اذنك. انت متأكد انك عايز بس 30 كيس؟ اوه لا لا طبعا، قصدي 300 كيس. 300 تمام، يبقى اتفقنا. هنحتاج الخمس كتب اللي مطلوبين في عقدك، ابعت بطريقة الدفع لتنزل. خمس كتب تانيين؟ مجموعة الجاية، ودي الخطة، هنتجسس على كل اللي نعرفهم ونقتبس قصص حياتهم ونستعمل خيالنا علشان نخليها مثيرة ومشوقة بجد. أنا هعمل الرسومات، خمس قصص مصورة تانيين. الموضوع معقد جدا بس ممكن تلاقيه نجح. أوه تمام، خلصت خمس قصص، جه الوقت اللي هنلم فيه نتيجة تعبنا. دي حاجة هايلة قوي. ماشي، بفضلي أنا وين كيناين هيحضر حفل توقيع كتابه في ريكليف، وأخيراً هقابله. طيب أنا بجد آسف جداً يا بابا، أنا عملت كده عشان العيلة. ماشي أنا كنت أناني، بس ممكن تساعدنا أرجوك يا بابا؟ فكر في إيلين بنتك الوحيدة. يا بابا يا بابا، لو وين كيناين ما ظهرش في الحفلة قلبها هيتكسر تاني وهتعيط. هي محتاجاك وأنا محتاج لك يا بابا. ثانية، أستاذ كيناين. أهلا حبيبي، قصدي أهلا مرة تانية يا أنسة. أسفة بس أنا عايز أقولك إنك مثلي الأعلى، ويعني نفسي أكون زيك. طيب أستاذ أنا... كيناين أنت كويس؟ لا 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 لا, 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 لا. ما اقدرش اكمل اللعبة دي، انا شخص رهيب. انا ليه ما فضلتش في البيت؟ إيلين ده انا ابوكي. بابا يا كذاب. إيلين ارجوكي كفاية. ازاي قدرت تعمل كده فيا؟ إيلين استني انا هشرح لك. قولي ازاي اتسللت للمدرسة؟ بتشتغل لحساب مين؟ هو مش انتوا مدرسين اولادي؟ مارتن رايت؟ كنت عارفة ان نيت متورط. هي جت امتى هنا دي؟ انا بجد مش مصدق انك متواطئ مع ابنك. انا اعمل اي حاجة عشان ابني. متهيألي استعجلت في الرد. استنوا ما تهزوهاش، دي غلطتي. محدش هيأذي حد يا نت. أستاذ مارتن، لو فعلا بتحب ابنك هتفهم إنه لازم يتعلم درس. اللي عملته كان غلط، ما كانش لازم أستغل عيلتي أو مدرسيني علشان أحقق مكاسب شخصية، ده كان غلط وأنا آسف. ده؟ بس عارفين أنا ممكن أصلح الغلط اللي أنا عملته. تصرفت صح بانك تتبرع بكل اللي كسبته للمدرسه، افتكر ان خيالك الواسع جاب نتيجه مش كده؟